ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ منسيش تشترك معايا في القناة وتشير الفيديو وتعمل لايك يا جماعة. معانا النهاردة ايه بقى؟ بصي معانا مرتة باقية، انا كنت بس مسخنة ايه عاملاها وكانت باقية معايا وقلت ايه اعملك عليها فيديو. طبعا تساؤلات عن مش الفلاح كتيرة جدا. المرتة دي باقية من ايه؟ كنت بدوب زبدة بقري، ماشي، زبدة بقري وكيلو كيلو سمنة كريستال معاه. طبعا ده غلط بس انا ايه عشان الكمية بس توفر معايا في البيت يعني، خلاص. فكمية المرتة مش طالعة كتير، وده دليل على ان القشطة بتاعتي كانت حلوة اصلية ما فيهاش خض كتير. طيب وانا مش عايزة مرتة، المرتة بتقل المش، بتديله الطعم الفلاحي، بتديله الطعم الجميل اوي 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 اوي. يعني المرتة الصح هي اساس المش. هتقولي لي في مرتة ساعات ما بتبقاش بالشكل ده، انا سايبة شوية سمنة فلاحي اهو لان انا محتاجاه، ده اساس المش، السمنه الفلاحي والطعم الصح للمرته. في مرته ملهاش طعم بتبقى زي السفنج لانهم بيبقوا مسيحينها تسيحه غلط. طب انا لو واحده دلوقتي عايزه ابتدي مرته عندي في البيت، او المش بتاعها خفيف قوي 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 قوي، عايز مرته كتير، اعمل ايه؟ هتجيبي المش بتاعك تصفيه منخل ضيق وتيبيه على النار على حله زي الالمونيا زي كده وعلى نار واطيه وتقلبي، هتلاقي 3 ارباعه ميه، خففيه شويه خليه يوصل مثلا النص النص، وبعدين تبدأي تزودي في مرت عشان ما تعوديش تشتغل في مية. هو لو شوية صغيرين وشغال حلو معاكي، وبعد كده المشي اصلا كده كده بيزيد معاكي. طيب المرتة بتاعتنا اهي، المرتة دي بتاعتي شوفي محببة ازاي، لان نوع القشطة بتاع نوع الزبدة اللي انا جايباه المرة دي زبدة حلو غير اللي بجيبه اللي قبل كده. طب انا لو عايزة كمية مرتة كبيرة، هتروحي جايبة 2 كيلو لبن رايب او 3 كيلو حسب نوع المرتة اللي انت عايزاها، ويكون في قشطة وتكون معاكي حتتين زبدة. كل ما زودت اللبن الرايب كل ما اديتك مرتة كتير، لان اللبن الرايب ده كله هيتحول مرتة، والزبدة والقشطة هي اللي هتدي المرتة دي طعم. عايزاكي تركزي معايا في النقطه دي. طيب اللون ده فاتح، لون بقري اصفر اصفر، لو حطيتيه فاتح كده على المش هيخلي المش بتاعك لونه فاتح. طيب ماشي، ثانيه واحده، حطه بقى في الشحن. طيب انا هعمل ايه بقى؟ انا بسويها بغمقها شويه. طيب ريحتها طلعت بسم الله ما شاء الله، ساعه ما حطيتها انا مستخسرها الصراحه، مع ان المشي بتاعي تقل من اول ما فتحت القناه، المفروض اسميها المشي الفلاح. طبعا لو كانوا مشتركين معايا في القناه ده قبل ما الفيديوهات تنحذف هيعرفوا ان ده كله كان ايه؟ مشي فلاح. حط شويه ملح صغيرين، الملح للحفظ. طب لو انت المشي بتاعك دلع ملهوش طعم هتزودي الملح شويه. انا هقول لك حاجه، ريحتها طلعت على طول لان انا عامله زبده تقدري تحوشي القشطه بتاعتك، هتطلعك من المرته كتير زبده بس نوعها حلو، هتطلع لك مرته حلوه بقى. دي الاساس بقى. نعم، لا ثانيه واحده ما اخلص اللي بعمله. بتقلبي بقى على نار هاديه او نار عاليه بس تكوني واقفه. بصي بقى انا هضيف، هوريكي تضيفي ايه اضافات دلوقتي تعمليها في المرته ديت، بس بعد ما اخلص لك اللون. انا تقدري تعملي الواحد، هنلمي بقى المرته اهي الجوانب دي عشان ايه تستنفعي منها. انا بس حبيت اوريها لك الفيديو عشان ايه ناس كتير بتسالني على المرته. طيب في واحده كانت بتسالني، طبعا القناه مليانه فيديوهات جميله عن المش ما شاء الله عليكم، محدش بيتفرج اساسا اهو. كل ما غمقتيه غمق لك المش. طيب لو انا بط، لو انا عايزه المش بتاعي موجود اهوت خلاص عايزاه يغمق، هتحطي ايه؟ لو انت حاطاه في زلعه هتحطها في الشمس يومين ثلاثه، هتخلي لك المش بتاعك لونه يغمق ويتقل. طبعا احلى اختراع الزلعه الفخاره. لو انت المشي بتاعك او ديت مش هتدوب كويس في المش اهو، انا هعملكوا بس مباشر على المشي اوريكم بيحصل فيه ايه. عامة شفت اللون الغامق ده؟ كل ما غمقتيها وريحتها تحفه بقى، كل ما غمقتيها كل ما انت كسبتي لون مش غامق او لون مش محمر. كل ما قبل ما تضيفي المرته لازم تعملي الخطوه دي. طيب انا دلوقتي عايزه لون اغمق شويه، انت ساعات بتلاقي في لون فلاحين غامق خالص. بابريكا، البابريكا عبارة عن بابريكا عادية خالص في الكيس، البابريكا عبارة عن فلفل احمر مجفف مطحون ومدخن. واحدة هتقولي طب ما انا اضيف فلفل احمر، يا بنتي الخضار لما بتضيفيه على المشي بيمرره.
بعد ما حمرت الدرجة اللي انا عايزاها. خلي بالك هطفي النار وتحط شوية شطة حمراء مجففة، شطة حمراء مجففة من عند العطار. الشطة الحمراء بتقتل الديدان، بتقتل السوس، بتقتل اي حاجة. لو المرته بتاعتك مش ناعمه كده ومحببه هتعملي فيها ايه؟ هتجيبي شويه مش من اللي عندك في الزرع في البرطمان، تروحي حاطاه هنا وضربه في الخلاط بالهاند بلندر، لازم يبقى ناعم. اللي بيضيفوا المرته بياخدوها كده ويضيفوها على المش، دي تنضاف على المش عادي لان هي حلوه. اهو شوفي شوفي الحمار بقى بتاعنا ده، ده يتضيف له تكون حلوه قوي 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 في المش، تديك طعم حلو. واحده هتقول لي المش مر، المش مر بتضيفي عليه الجبنه مش مشروشه حلو، الجبنه بتاعتك ممكن تكون حمضانه، بتضيفي خضار خيار فلفل الكلام ده كله، لازم الحاجات دي تتبل الاول بره قبل ما تضيفيها. انا ما بقتش اضيفها في المش. طيب المش بتاعي طعمه اتغير فجاه، احنا ممكن نظبطه واحده واحده. هتقولي لي هو انا ما بضيف بابريكا بضيف عسل اسود؟ الكلام اللي بيقول المش طعمه بيتغير، المش طعمه بيتغير اه بس بيرجع تاني، دي ما تقلقيش منها. يعني انا ضفت بابريكا، ضفت شطه، ضفت كمون مطحون، ضفت 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 ضفت، الحاجات دي بتغير طعم المش، بس بمرور الوقت هتلاقيه طعمه يرجع تاني، وخاصه لو ايدك فيه على طول. لما تبقى ايدك فيه قفل ايدك فيه على طول بيبقى ايه؟ بسم الله الرحمن، شفتي اهي اهي ايدك فيها على طول بقى، سقطت حته الجبنه، طلعت حته الجبنه، الكلام ده كله طعمه بي بي بيحلوي معاكي. طيب اضيف قشطه على المش، تضيفي قشطه. بصي المش ما بنضيفش عليه اي حاجه نهي، يعني انا ما اجيبش حته قشطه من على الوش واروح ضايفاها على المش، لا ما اضيفش لبن جايباه من الثلاجه واروح حاطاه على المش، لازم يتغلى كويس قوي قوي قوي. طب اللبن اضيفه من امتى؟ اللبن اضيفه لما ابقى عايزه اخفف المش. المش ما بنحطش عليه ميه، ما بنحطش عليه قشر برتقال، ما بنحطش عليه قشر سفندي. بتوع اليوتيوب كدابين، هقول لك هي بتعمل يوتيوب فيديو تجيب لها مشاهدات، انت تمشي وراه الحاجه تمرر، تيجي تقول لها انا عملت معاكي زي ما انت قلتي والمش مر، ما تردش عليكي. انا عايزاكي قبل ما تيجي تجربي وصفه اي واحده على اليوتيوب ايا كانت حتى انا، تدوري في فيديوهاتها تشوفي هل هي نظام حياتها، واحده ايديها في المش، ايديها في الجبنه، ايديها في الكلام ده كله، ولا واحده بتالف لك. دي حاجه معلومه مهمه جدا. انا بقى كده انا مش عايزاه يستمر. طب هتقولي لي انت سبتي شويه سمنه ليه؟ السمنه الفلاحه تديك طعم حلو قوي قوي للمش. واحده هتقولي هيبقى مليط ومدهن، بمرور الوقت هيروح. بصي يا حبيبتي المش، انت واحده بتعملي مش بقاله عندك سنه ولا اتنين، مش هتجيبيه زي مش بقاله 60 سنه، مش زي مش عمره 200 سنه. الاحفاد بتورثوه، كل ما ايدي معاكي وكل ما كان طعمه ولونه وريحه. انا بضيف بابريكا طعمه بيتغير شويه بس طعمه بيرجع واحده واحده. طب الجبنه اللي فيه اللي طعمها متغيره، بروح جايبه حته طحينه على حته طماطمايه وبفطيره مشلتته واعملي عجينه حلوه كده وكليه بيها خلاص. عايزه بقى الجبنه الدايبه الكريمتي دي هتاخد وقت، ما تستعجليش خالص هو وما ترمهوش. يعني شوف الحركه اللي احنا عملناها ديت اهو، عندك مثلا جبنه هوريها لك، الجبنة ديت اسمها جبنة طارق، جبنة تحفة مملحة وجميلة. بص هي كده اهي صفيحة، ديت كانت في الأول خالص بعشرين جنيه وبعدين بخمسة، احنا جايبينها امبارح والله بسبعة وخمسين جنيه. المهم هي طعمها مفلفل وجميلة. أنا ما بخف المش بخف بيها، عايزة أحط طعم حلو في المش بحطه فيها، عن ما برميش الشرش بتاعها. حتى لو المش بتاعها خفيف بغليها مع المرطة على النار ماشي، كل ما ضفتي حاجه طعمها حلو للمش هيديكي طعم احلى وبسرعه، بدل ما تقعدي سنه واتنين وتلاته وتزهقي. السمنه البقري اللي انا عملتها اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، جميله. طبعا احنا في الحر هنا، المطبخ ما شاء الله علينا يعني حراره 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 يعني، فده اللي انا مطلعه منه المرط، زبده بقري اهي، جميله وطعمها حلو وما فيهاش حاجه خالص. فانت عايزه تخففي خففي بشرش شرش جبنه في المحلات، هتروح تقولي له انا عايزه جردل او جبنه انت بتجيبيها، ما عندك الشرش الخض بتاع الزبده، بس غليها على النار بشويه ملح وبابريكا وشطه ناشفه. البابريكا والشطه الناشفه هتسرح معاكي الشغل بسرعه. خلاص كده نرجع للمشي بتاعنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن اضيف عليه الشرش اللي انا وريته لك دلوقتي، وبمرور الوقت ايه هيبقى مش ومش جميل جدا 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 خلاص. فالموضوع جميل وبسيط وسهل،
وان شاء الله اعمل لكم. عايزين اقترحوا لي كده في التعليقات تحت انتوا عايزين بث مباشر امتى، لان انا عملته طبعا وكان بث مباشر فاشل قوي، يعني ما عرفتش اظبط الموبايل اساسا. هتعلم معاكم، فانتوا قولوا لي ونقعد بقى نشوف موضوع المشي ده خلاص، واوريكم بيتصفوا ازاي، والفلاحين ليه مشهم بيتظبط. اقول لك الفلاحين ليه مشهم بيتظبط. الفلاح يا ست الكل اللي عنده جبنه وزلعه، والناس اللي عاملين مشاريع بيجيبوا الشرش بتاعهم اخر كل سنه قبل ما يخزنوا الشتوي، يروحوا مفضيينه وداعكينه في المصفى في غربال. شوفي الحته دي احمرت قوي، في الغربال في الغرب قصدي في منخل، منخل مخصص المشي بيبقوا عاملينه للمشي. ليه بقى؟ اما بتلاقي حته جبنه قديمه وتدعكيها كده، ده اصلا بيتقل المشي وبيديك طعم الجبنه القديمه. طب انت دلوقتي واحده بتتفرج على الفيديو بتاعي هتقولي لي ده انا في واحده في السوق كانت بتبيع جبنه قديمه زي الكريمه تحفه وريحتها وطعم، كان نفسي جبنتي تبقى زيها. هتروحي يا ست الكل جايبه كيلو الجبنه القديمه، النص كيلو القديمه دي، وتروحي جايباها خلاص في الخلاط مع شويه لبن مغلي، بس تكوني بردتيه عشان ما يكتلكيش الجبنه، وتضربيهم مع شويه بابريكا وشويه فلفل، وتروحي يا ست الكل ضايفه على المشي بتاعك. يوم ورا يوم ورا يوم هتلاقي المشي بتاعك تقل، خد نفس اللون، خد نفس الطعم، خد نفس الريحه وقدم. المشي الجبنه القديمه، الجبنه القديمه تعتبر نفسها مش معاكي واحنا بنهدره. يعني انا لما بجيب حته جبنه قديمه مثلا، انا المشي بتاعي له طعم معين، جارتي مشاها له طعم معين، فانا الاقي ايه بروح جايبها من عندها مثلا واروح ضايفه على المشي بتاعي. لان انا في واحده ما شاء الله شوفي بقى جميلة، طعمه جميل وريحته جميله ولونه اجمل، لان في واحده جارتي بقى انا مسامحاها وربنا يسامحها، ضحكت عليا في موضوع المشي، كنت لسه صغيره من 20 سنه كده، راحت واخده المشي بتاعي ومبدلها بمشي تاني ميه. المشي اللي انت هتشوفوه بقى دلوقتي، وانا كنت واخداه ميه والله العظيم، قعدت اصلح فيه لغايه اما انعدل. بسم الله ما شاء الله اشوفي. اشتركوا معايا في القناة اهو، اشتركي معايا في القناة، شير الفيديو، اكتبي لي تعليق ايه مشكلتك في المشي، وياريت تراجع الفيديوهات القديمة لاني فيها شرح كتير جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله.